موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. بداية وبرعاية سامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أشرف اليوم وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمن لطفي جمال بن بحمد بالمركز الدولي للمؤتمرات على التنصيب الرسمي للجنة الخبراء العاديين، وذلك خلال لقاء حول الصناعة الصيدلانية الاستراتيجيات والتحديات. اللقاء الذي يهدف إلى تحرير الاقتصاد الوطني من تبعية الاستيراد وضمان موارد صيدلانية محلية جرى بحضور مستشار رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء و187 طبيبا مختصا، إلى جانب أزيد من 500 مشارك و25 عارضا. ولا يسعني اليوم إلا أن أنتهز هذه المناسبة في يومنا هذا للتذكير بالتزامات السيد رئيس الجمهورية للمضي قدما لخلق الثروة وتحرير الاقتصاد من التبعية الاستيراد والرامية إلى النصب أرضية محكمة ومتنعمة قائمة على ضمان وفر المواد الصيدلانية مع تغطية الإنتاج المحلي ل 70% من الاحتياجات الوطنية. تكريس الصناعة الصيدلانية كقطاع استراتيجي مولد بالثروات، تصنيع منتجات ذات القيمة المضافة العالية، تشجيع الإنتاج المحلي وبالتالي خفض فاتورة الاستيراد والتوجه نحو التصدير. أشرف اليوم وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي بالمركزية الدولية للشباب بسيد إفرج بالعاصمة على انطلاق برنامج وطني للتكوين وتعزيز قدرات إطارات ومربي الشباب، وذلك في إطار المخطط الوطني للشباب 2020-2024. ينطوي هذا البرنامج على ثلاث محاور رئيسية. المحور الأول تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة وفي الحياة السياسية باعتباره لب المخطط الوطني للشباب. إذن يهدف البرنامج إلى تكوين الشباب على المواطنة وعلى آليات الديمقراطية التشاركية، خاصة ونحن مقبلون على استحقاق هام سيكون إن شاء الله لشباب الحظ الأوفر والقسط الأوفر. دولياً نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوية هجمات جديدة استهدفت مواقع وتخندقات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من جدار الذل والعار، حسب ما جاء في البيان العسكري رقم 49/100 الصادر أمس عن وزارة الدفاع الصحراوية. تباينت المواقف بين طهران وواشنطن حول العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على إيران، والتي اعتبرتها إيران غير متماشية مع الاتفاق النووي ووجب رفعها. من جهتها اعتبرت الخارجية الأمريكية المحادثات لإحياء الاتفاق النووي مجرد خطوات أولية لكنها مثمرة وعملية. كشفت منظمة الصحة العالمية عن اختلال صادم في التوزيع العالمي للقاحات المضادة لفيروس كورونا، حيث تم توزيع أكثر من 700 مليون جرعة لقاح على مستوى العالم لحد الآن، منها ما يزيد عن 87% للبلدان ذات الدخل المرتفع. في الرياضة، ولحساب رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، يخوض ممثل الجزائر مولودية الجزائر مباراته الأخيرة اليوم بتونس في 5 مساء بتوقيت الجزائر ضد الترجي التونسي، حيث تكفيه نقطة واحدة للالتحاق بشباب بلوزداد المتأهل إلى الدور ربع النهائي أمس بعد فوز خارج الديار. فحظ موفق لممثلي الجزائر. ختام الموجز في أمان الله.